Bien. ضربة ثانية لأولمبيك كاسافي. تلعب ممتازة جدا. والهدف الثالث. الثالث لوسيس. شيخ الشيوخ وترعى يتمكن من تسجيل الثالث في هذه المباراة في حدود الدقيقة 75. لوسيس يسجل الثالث. فرسان خادرة المحيط. القروش ينقضون على ثالث هدف هذه المباراة. هنا الإعادة لضربة زاوية لعبت بإتقان. المتابعة من الشيخ في الأولى. بركاتك يا شيخ. الثالثة ثابتة ولوسيس متقدم في النتيجة 3-1. عمل كبير جدا من الشيخ وترى قلتكم هذا لاعب يكون حاسم لما يلعب في منطقة الجزاء. لاعب هدف قناص اسمه الشيخ وترى. تصبح النتيجة 3-1 في آخر ربع ساعة من هذه المواجهة.